بسم الله الرحمن الرحيم. احنا النهاردة جايين نعمل تقرير من ملعب الأهلي والسلام، هنشوف الملعب عامل ازاي والتجديدات اللي حصلت في الملعب ان شاء الله عشان المباراة ان شاء الله يوم السبت القادم، مباراة النادي الأهلي ونادي الترجي في لقاء العودة ان شاء الله من خلال او داخل ملعب الأهلي والسلام. من تجديدات كتيرة وحاجات كتيرة حصلت هنشوفها مع بعض دلوقتي علشان برضو يبقى جمهور النادي الأهلي شايف معانا الملعب وبيحصل فيه ايه، والملعب اللي هتتلعب عليه المباراة هيبقى شكله عامل ازاي والدنيا ماشية ازاي. يعني خلينا نبدأ بأرضية الملعب، لأن طبعا أرضية الملعب هي المهمة بالنسبة لنا وهي الأساس لينا، يعني ان الملعب اللعيبة كلها بتنتظر هذه اللحظة، اللي هننزل فيها أرض الملعب. زي ما حضراتكم شايفين هو هنا الملعب، يعني بسم الله ما شاء الله حاجة جميلة جدا، والأرض زي ما انتم شايفين كده حاجة محترمة وحاجة حلوة جدا. خلينا نكمل في الشمس برضو عشان الناس تشوف مدى الاهتمام بهذه المباراة ومدى الاهتمام بأرضية الملعب والتجديدات اللي دايما بتحصل خلال كل فترة على ملعب الأهلي والسلام، لأن انت بتتكلم على الكبير النادي الأهلي، ما تيجي دايما تتكلم على الكبير لازم تبقى كل حاجة حلوة وكل حاجة كويسة. فالحقيقة يعني يا ريتني كنت لابس شورت وتيشيرت النادي الأهلي عشان ألعب شوية، لكن بسم الله ما شاء الله أرضية ملعب رائعة، أرضية ملعب حلوة جدا زي ما حضراتكم شايفين. هات الملعب كله برضو عشان الجمهور النادي الأهلي يشوف إيه اللي بيحصل في أو اللعيبة هتلعب إزاي في أرض الملعب. أرض ملعب رائعة بسم الله ما شاء الله، حاجة حلوة جدا وحاجة كويسة جدا، يعني حاجة جميلة الواحد عايز يلعب. طبعا صور اللاعبين، الاستاد بالكامل أمام حضراتكم، حاجة حلوة بصراحة بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله حاجة جميلة جدا. عايزين برضو نروح نشوف موسيماني هيبقى قاعد فين، موسيماني وبقية الجهاز الفني كابتن سيد عبد الحفيظ وبقية اللاعبين هيبقوا قاعدين فين. زي ما حضراتكم شايفين يعني على قد ما بنقدر بنحاول نجيب لحضراتكم كل اللحظات اللي أنا متأكد إن شاء الله إن هي هتبقوا حضراتكم مبسوطين وأنتوا بتتفرجوا على الملعب اللي هيلعب فيه النادي الأهلي إن شاء الله يوم السبت القادم، ملعب الأهلي والسلام. غالبا موسيماني بيقعد هنا، يعني الحقيقة حاجة جميلة جدا مع اتباع كل الإجراءات الاحترازية طبعا. برضو القعدة حلوة، بيني وبينكم القعدة لطيفة وحلوة. نتمنى إن شاء الله إن يوم السبت تطلع المباراة على قد المستوى اللي احنا عايزينه، وان شاء الله النادي الاهلي يتاهل ويصل ان شاء الله الى الدور النهائي. عمري ما قعدت طبعا في الكرسي ده، كنت دايما بقعد في الكراسي البعيده الثانيه، لكن القعده في الكرسي ده حاجه جميله جدا. انا عايز برضو نطلع نشوف المقصوره عامله ازاي وايه اللي حصل. طبعا احنا لسه بنحاول يعني قبل الماتش بيوم ولا بيومين بنوري لحضراتكم ايه اللي بيحصل علشان تعرفوا الدنيا ماشيه ازاي والامور ماشيه ازاي. خلينا برضو نروح للمقصوره الرئيسيه في استاد الاهلي والسلام. حاجه جميله جدا، تم تغيير الكراسي اللي موجوده لحضراتكم دايما او الجمهور اللي بيبقى متواجد بالعدد المحدود اللي هيبقى موجود هيقعد عليها، هتبقى حاجة إن شاء الله كويسة جدا وتليق دائما بالكبير بالنادي الأهلي. لازم تبقى حاجة تليق بكل شيء. تعالوا نطلع نبص على الموضوع ده قبل بقى ما نخش على غرفة الملابس، غرفة خلع الملابس للاعبين، وبتبقى الدنيا جوه غرفة خلع الملابس عاملة إزاي. نطلع نشوف المقصورة. يعني طبعا دلوقتي لسه، يعني طبعا قدامنا يومين ولا حاجه بيتم الاستعداد
للمباراة بكل الأشكال، بالحفاظ على كل شيء هنا جوه هذا الاستاد الرائع الحقيقة، الأهلي والسلام، استاد الأهلي والسلام زي ما حضراتكم شايفين. تعالوا نبص برضو على الكرسي، الكراسي اللي اتعملت، طبعا شعار النادي الأهلي متواجد، كرسي حاجة جميلة جدا وحاجة محترمة. يعني بسم الله ما شاء الله تبقى القعدة إن شاء الله، إن شاء الله يبقى يوم السبت القادم تبقى المباراة يعني حلوة، تبقى مباراة حلوة، تبقى مباراة برضو نقعد شوية برضو يعني مش معنا احنا، فإن شاء الله تبقى المباراة حلوة وإن شاء الله نقدر نكسب إن شاء الله إن شاء الله ونصل إلى الدور النهائي. زي ما دايما بقول لحضراتكم إن لسه 90 دقيقة القادمة إن شاء الله يوم السبت، إن شاء الله ربنا هيكرمنا ونصل إلى ما هو أبعد إن شاء الله، ونصل إلى الدور النهائي، ساعتها بقى لكل حدث حديث. برضو أنا حبيت إن أنا أوري لحضراتكم استاد الأهلي والسلام، ده الاستاد من الخارج، يعني هات كده بقى الاستاد من الناحية التانية، الاستاد من الخارج حاجة جميلة جدا، أو يعني أرض الملعب حاجة جميلة جدا، المدرجات حاجة جميلة جدا، كل شيء مستعد، كل شيء جميل، كل شيء لطيف جدا. خلينا بقى نروح لغرفة خلع الملابس نشوف إيه اللي بيحصل في غرفة خلع الملابس، لأنه هو ده الأساس، هو ده اللي احنا دايما بيحصل فيه كل شيء، المحاضرة الفنية الأخيرة، اللاعبين بيبقوا بيعملوا إيه، كل حاجة تبقى في غرفة خلع الملابس، وحضرتك بقى بتشوف اللاعبين وهم متواجدين على أرض الملعب وبيبتدوا يسخنوا ويعملوا كل ده. الحمد لله كل حاجة زي الفل هنا، والدنيا مستعدة تماما إن شاء الله المباراة يوم السبت، وإن شاء الله ربنا يكرمنا وتبقى المباراة على أعلى مستوى إن شاء الله. يعني طبعا ملعب الأهلي والسلام يرحب بكم، والدخلة بقى احنا دلوقتي داخلين على غرفة خلع الملابس، اتفضلوا. زي ما قلت لحضراتكم كل حاجة جاهزة برة، خلينا نخش نشوف جوه ايه اللي بيحصل. ده المكان، اعتقد ان ده المكان اللي بيسخن فيه اللعيبة، نادي القرن الافريقي الاكثر تتويجا في مصر، الاكثر تتويجا في افريقيا، الاكثر تتويجا في العالم بالقرن 21، حكايات كتيرة جدا، 42 دوري مصري، 37 كاس مصر، حاجات حلوة جدا وحاجات يعني. انا بشكر كل القائمين على العمل في استاد الاهلي والسلام، يعني بسم الله ما شاء الله حاجة جميلة جدا. وزي ما حضراتكم شايفين اللعيبه بتخش في هذه الاجواء، اللعيبه بتبقى، تخيل حضرتك ان احنا النهارده السبت قبل المباراه بساعه، اللعيبه وصلت ونازله عشان بتلبس عشان تسخن، بتشوف الحاجات دي، بتشوف علي معلول، بتشوف ديانجو وفتحي وبدر بنون، بتشوف اجاي، بتشوف اللعيبه، بتشوف نفسها وهي موجوده، والحماس اللي موجود دايما بنحاول ننقله لكم من خلال وجودنا في المكان اللي بيبقى متواجد فيه اللاعبين. زي ما حضراتكم شايفين حاجة ممتعة جدا وحاجة حلوة جدا. مرة تانية أنا بشكر كل القائمين على العمل في استاد الأهلي والسلام، حاجة محترمة وحاجة جميلة جدا. هنا القضية ممكن، هنا القضية ممكن، ومجدي قفشة، يعني الواحد هنا مؤمن زكريا، مؤمن زكريا، ودائما الحركة الشهيرة المؤمن زكريا زي ما حضراتكم عارفين. كل الحاجات دي تحفيزية، كل الحاجات دي بتخليني أنا كلاعب أبقى داخل ايه الجمال وايه الحلاوة دي كلها، حاجة جميلة جدا وحاجة محترمة جدا. خلينا بقى نخش لغرفة الملابس. زي ما حضراتكم شايفين دي غرفة الملابس اللي بيبقى فيها متواجد لاعبو النادي الاهلي. اول ما بتخش بتلاقي الابطال في وشك، كل الابطال متواجدين، الشناوي، شوبير، كابتن مصطفى شوبير، كابتن علي لطفي، كابتن محمد الشناوي، وبرده السوليه وايمن اشرف واجايه ومروان، انا اسف، ورامي ربيعه وبدر بنون. خلينا نتحرك كده نشوف اللاعبين، ما بيبقوا قاعدين اهو، بيبقوا قاعدين في هذا، في هذه الاماكن. انا بوري حضراتكم كل ما يخص يوم المباراة أو ما قبل المباراة،
ما قبل المباراة بيبقى الناس بتبقى هنا، لعيبة الفريق النادي الأهلي بيبقوا متواجدين في هذا المكان، أو نجوم النادي الأهلي بيبقوا متواجدين في هذا المكان. هنا بقى ممكن يقعد عشان لو بيسخن بيدلك حاجة كده قبل المباراة، حاجة خفيفة جدا قبل المباراة، يسخن يدلك يعمل أي حاجة علشان يبتدي وورمينج أب للمباراة. طبعا دي شاشة موجودة لو في أي حاجة عايز يقولها لهم بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، بيوري لهم ممكن تكون جملة عايز يوريها لهم، حاجة بيوريها لهم على الشاشة. مصليات طبعا متواجدة في كل الأماكن عشان تتفرش لو حد عايز يصلي، لو وقت صلاة وحد عايز يصلي طبعا. في لعبة كتيرة جدا بتصلي قبل المباراة، حتى لو مفيش وقت صلاة بس بتصلي قبل المباراة. هنا ممكن نخش في الـ في الـ اللعبة بتاخد شاور وكل حاجة هنا متواجدة الحقيقة وعلى أعلى مستوى بسم الله ما شاء الله، حاجة جميلة جدا وحاجة رائعة. يعني حبيت النهاردة أن أنا أوري لحضراتكم عيش نعيش في الماتش من النهاردة، كل تركيزنا في المباراة. مباراة صعبة، مباراة مهمة. مكتب بيتسو موسيماني مدير الفني برضو متواجد هنا، برضو لو عايز يشرح أي حاجة من خلال السبورة اللي أمام حضراتكم، السبورة دي ممكن يشرح مين اللي هيلعب ناحية اليمين مين اللي هيلعب ناحية الشمال، عايز يشرح جملة معينة أو حاجة معينة يشرحها من خلال السبورة. يعني الواحد جات له مشاعر كتيرة جدا، يعني أنا عايز ألبس وانزل ألعب من دلوقتي. يعني علي معلول ووجود علي معلول الحقيقة يعني كلها حاجات حلوة جدا وكلها حاجات لطيفة. حبيت أنقل لحضراتكم استاد الأهلي والسلام عامل إزاي. استاد الأهلي والسلام في أبهى صورة لي، سواء في الملعب وريتكم النجيلة عاملة إزاي، مقاعد البدلاء والمدير الفني والإداريين عاملة إزاي، حتى المدرجات بسم الله ما شاء الله حاجة جميلة جدا. أنا بشكر شركة استادات الحقيقة على المجهود الكبير اللي عاملينه في ملعب الأهلي والسلام، حاجة رائعة وحاجة محترمة جدا. بشكركم. كان تقرير بسيط علشان نعيش في الماتش ونعيش في جو الماتش من دلوقتي. أشكركم ونكمل كلامنا. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى. لحقت أرجع بسرعة، خلصت ورجعت على طول علشان نكون موجودين مع حضراتكم دائما في البيت الكبير. معايا اثنين الحقيقة من ضيوفنا الكبار ونقادنا الرياضيين الكبار الحقيقة، ولهم آراء كثيرة وآراء قوية جدا خلال الفترة السابقة. هنعرف برضو النهاردة رأيهم في هذه المباراة، مباراة صعبة مباراة مش صعبة، شايفين المباراة ازاي، يا ما استعنا بيهم خلال الفترة السابقة ودائما هيكونوا معنا خلال الفترة القادمة. نقادنا الرياضي وأستاذنا أستاذ محمود صبري رئيس القسم الرياضي ومدير تحرير جريدة الأهرام. ازيك يا أستاذ محمود؟ مشرف منور. منور الدنيا. أخبار حضرتك إيه؟ إن شاء الله رب بإذن الله. كله تمام؟ إن شاء الله. الحمد لله. أيضا نقادنا الرياضي الكبير ومستشار التحرير لموقع القاهرة 24 أستاذ عصام شلتوت. ازيك يا أستاذ عصام؟ ازيك كابتن؟ مشرف منور. أنت اللي منور. سعداء جدا بوجود حضرتك معانا. وجيت بسرعة أنت. إيه رأيك؟ سلام. قعدت 3 ساعات في الطريق. أنت جاي زحمة. سبرنتر. نعم؟ سبرنتر. لا دخلت في حتت زحمة وبتاع ففضلت واقف فترة. رائع. فترة طويلة جدا يعني، لكن في النهاية ملعب رائع وحاجة جميلة جدا وشكل رائع جدا. دايما الكبير محتاج حاجه كبيره. طبعا لا عاوز اقول بامانه شديده اسم الاهلي بينور اي مكان يتحط عليه. طبعا يبقى اضافه لي خطوه على طريق الخطوه الاكبر اللي هو الحلم استاد الاهلي الكبير في ان شاء الله في زايد. طبعاً. خطوه مهمه جدا. استادات بامانه شديده يعني عملت نقله على المستوى الملاعب في الفتره السابقه. مظبوط. كونك بدات بالنادي الاهلي فدي دايما بدايه مع الكيان الاكبر والابرز والاكثر تتويجا، ودي حاجات بتبقى يعني بحسابات اخرى. يعني الاقدام على خطوات الشركات بيكون يبحث عن من يعني يديله يحطه في المكان العالي في المستوى الافضل. خطوه مهمه جدا لاستاد الاهلي والسلام.
اتعمل فيه شكل مميز جدا. الاهلي طول عمره على مدار تاريخه وجمهوره نفسه من فترات كبيره جدا من فتره الثمانينات يمكن بدات تطلع نغمه ان احنا نفسنا في استاد ونعمل ونجمع ونروح ونيجي، ولكن ايه مراحل مرت بيها دي خطوه يتكون فيها وولد فيها الملعب الكبير ان شاء الله اللي هيكون في 6 اكتوبر. ملعب السلام تم تجديده بصوره افضل، وضع على غرار الانديه الانجليزيه او الاسبانيه والفرنسيه شكل مميز بيديك بحس انك انت موجود في ملعبك وفي مكانك، ده شيء كويس جدا. اتمنى ان شاء الله يكون وش السعد على النادي الاهلي باذن الله تعالى ان شاء الله الوصول للمباراه النهائيه يتوج الجهد الكبير ان شاء الله يوم السبت امام الترجي التونسي ان شاء الله. استاذ عصام الملعب رائع، يعني نجيله رائعه معتنين بها بشكل كبير جدا، حتى المقصوره تم تغيير الكراسي اللي كانت موجوده واصبحت الكراسي الجديده اللي موجوده دي، كل حاجه في سبيل راحه جمهور النادي الاهلي واعضاء مجلس ادارته ورئيس مجلس ادارته. هو منطقي جدا زي ما قال يعني اخويا محمود صبري ان انت بتتكلم عن النادي الاهلي، بتتكلم عن شركات وطنيه من 2019 في الكان، الحقيقه بوش جامد جدا ان احنا نبقى نسخه دوليه حقيقيه. ايوه اللي بيطبق دايما على مستوى المؤسسات بقى ان صح الوصف، يعني دايما النادي الاهلي هو اللي حاجز يعني منطقه مؤسسيه، وبالتالي وانت بتعد الملعب بتنقله نقله عالميه. انت لعبت بره كابتن اسلام وشفت الملعب نفس الستاندر بنفس الطريقه، خلاص بقى مش مجرد ديكور كويس وارضاء، بالعكس. واحنا قبل ما ترجع من الملعب انت واحنا بنكلمك بس وانت في الطريق قلت لك انه الارضيه هي الاحدث، وانه اصلا اللي موجود ده هو ما يمكن ان يكون 100% تستحقه، الكره المصريه، النادي الاهلي، الشركات الوطنيه، وفي القلب منها طبعا استادات. نعم. انت النهارده بتقول احنا موجودين، كنا بنفرح وحضرتك فاكر في عهود سابقه ما بنبقى شبه الدنيا، احنا النهارده في عنوان مصر الجديده احنا نسخه دوليه حقيقيه. يبقى بقى ان عدوى هذه المؤسسيه بتاعت النادي الاهلي الحقيقه تنتشر بصراحه شديده. نعم. لان هذا هو ما سيحقق صناعه 100% تسعد الجمهور. كره القدم يا كابتن صناعه امن قومي وصناعه بهجه تدخل الفرحه ويعني وتدخل الربحيه وكل اللي انت عايزه قوله. عشان كده الدروبات اللي بتتعمل مطبات صناعيه للنادي الاهلي، لان هو اللي رايح يعني ايه عنده زي المهاجمين كده تارجت، يعني مهاجم تارجت عارف طريق العالميه، عارف طريق الدوليه. وبالتالي يبقى الشوط الثاني في مباراه الدور قبل النهائي وهي مباراه القاهره ان شاء الله، تحقق بقى بقيه المنظومه دي ان يصعد النادي الاهلي في الموسم الثاني مدافعا عن لقبه بطل القاره، نادي القرن، صاحب برونزيه العالم، ومن ثم العشره يا اهلي خلاص قربت جدا. وهي الحاجه الحلوه اللي لعبت الاهلي زي ما خلعت هذا الذهب واعطته للرجل اللي اعطى كثيرا ولا يتحدث ابدا بلغه فرديه كابتن محمود الخطيب، هو نتاج عمل المجلس وعائله الاهلي، وحضرتك كنت شاهد على البرنامج ومحمود شاهد على البرنامج، هو كمان النجوم الحمر لازم يخلعوا على اللاعبين فرحه العشره يا اهلي الحقيقه. يعني العشره اهلي، ولكن قدامنا مطب، قدامنا مطب صناعي يعني زي ما بيقولوا لسه يوم السبت في 90 دقيقة الكل بيعتبرها او معظم التوانسه، خلينا نروح للتوانسه تحديدا، لانه انا خلال الثلاث ايام اللي فاتوا كنت دايما بيبقى معايا احد الاعلاميين من تونس، احد النقاد الرياضيين من تونس، دايما كانوا ماشيين في اتجاه ان الاهلي الاقرب بنسبه 90%، مش 50 60 70 لا طبعا. 90%. فكلام برضو طيب، بما اننا بنتكلم عن الاعلاميين التوانسه معانا صديقنا وزميلنا الاعلامي الكبير الاستاذ هيثم الرشدي من تونس يتكلم معانا في هذا الاطار، يتكلم معانا في هذا عبر سكايب طبعا. استاذ هيثم ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا بك كابتن اسلام، اهلا وسهلا بالاستاذ اللي معك في الاستوديو، تهيألي في الاستاذ عصام شلتوت صاحبي الاستاذ محمود صبري والاستاذ عصام شلتوت بيسلموا عليك. منور يا هيثم. ازيك كابتن عامل ايه؟ عايشك يا حبيبي عايشك. لينا مده، لينا فتره يا اخويا ما تخافناش. والله كورونا بعدتنا معلش، لكن في القلب والله انت من الناس اللطيفه ودايما ليك اراك الحقيقه يعني. اكيد ربي يخليك وربي يوفقك، وتحياتي للناس كله، تحياتي لجماهير الاهلاويه اللي قاعده تتابع فينا الان.
استاذ هيثم خليني ابدا. انا لسه كنت بسال ناقدنا الرياضي الكبير الاستاذ محمود صبري عن الاعلام التونسي، ومن وجهه نظرنا او من وجهه نظري الحقيقه هو بيصدر المشهد ان المباراه منتهيه لصالح النادي الاهلي. هل ده فعلا اللي بيحصل او هو ده الشكل اللي بيقوم به الاعلام التونسي حاليا؟ لا، اذا كان هكا ما نقعد في تونس من غير ما نجيو غدوه على القاره. لا 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 لا، هذه شوف شوف بصراحه، انت كمذيع في قناه النادي الاهلي وكنجم سابق في قناه في النادي الاهلي، كنت تتصور كون الاهلي كان باش يفوز في راتس 1-0؟ ولا واحد كان يتصور النادي الاهلي، خاصه في الفتره الحاليه، لانه نعرف جيدا كونه الترجي والاهلي ليس في افضل حالاتهم، يظهر لي هذا ما اكدوه الناس كله، كونه ما شاهدناش مباراه كبيره، ما شاهدناش مباراه فنيا ترتقي المستوى، لانه يعني تقريبا شوط اول كان تكتيكي بحت، معناتها تقريبا الزوز فرق كانوا معناها ضغط معناها الامور الفنيه وضغط الانضباط الفني بالنسبه للزوز مدربين على اداء اللاعبين، لكن في الشوط الثاني العامل البدني والارهاق البدني ظهر عليه الترجي هو اللي خلى الفرق، وهو اللي خلى الاولويه للنادي الاهلي، وشفنا معناتها النادي الاهلي اللي كان يتصرف بنتيجه 1-0، الاهلي ما اقلقش كثيرا، معناها الترجي هذا التونسي ما كانش ضغط، ما كانش، لانه بصراحه لو كان النادي الاهلي في افضل حالاته، لو كان النادي الاهلي اهلي تاع زمان مثل ما تقولوا في مصر، كان يفوز على الترجي، لانه الترجي يومها تقريبا ما كانش حاضر في المباراه، كان يفوز على الترجي 2-3 مش هدف ليس صحيح. اذا يعني هيثم، لكن بس الظروف قبل بدايه المباراه برضه اللعيبه يعني خدت خضة سريعة كده، صحيح كله كان مؤمن والأمن التونسي الحقيقة عمل ما يمكن أن يكون شيء يعني رائع، والجمهور هادي في كل الأحوال وهذا حال كرة القدم، لكن لعيبة الأهلي لولا يعني خضة البداية، لا في الشوط الثاني كان ممكن يبقى حظوظ وفرة، خاصة أنت راجل يعني لفيت كتير مع الكورة وعارف أن اللعيبة برضو جالها هاجس، أنا معرفش لو دوست عن كده إيه اللي ممكن يحصل معايا يا كابتن إسلام، وانت راجل نجم كوره يعني، فاكتفوا بالربحيه سريعه على اساس انه يعني افضل ما كان يعني. لا لا يا كابتن، لا لا يا كابتن، اكيد نعرف جيدا اذا كان تلعب في القاهره ولا تلعب في تونس نفس الشيء، ولاعيبه الاهلي ولاعيبه الاهلي متعودين يلعبوا في تونس، تلعبوا ايضا في ادغال افريقيا، وخليني ناكد لك حاجه، راهو اللي صار يوم المباراة، راهو اللي صار وكونه صار بالعكس، كان العائدات السلبية بتاعه على لاعبي الترجي التونسي أكثر من على لاعبي النادي الأهلي، لأنه الضغط اللي تسلط على الترجي خاصة في تأخير المباراة، لأنه الترجي راهو تقريبا مجموعة شابة، مجموعة جديدة، راهو ما هيش الترجي تاع زمان، ما هيش الترجي تاع سنة الفارطة أو السنة اللي قبلها، أكيد هناك عديد العناصر اللي فما حتى ملاعبية لعبوا في الترجي التونسي ولا يوم لعبوا أمام جماهير الترجي التونسي، يعني الضغط والشيء اللي كان خاف منه إدارة الترجي التونسي اللي هو الضغط السلبي اللي تسلط على لاعبي الترجي الرياضي اللي كان أكثر بكثير من اللي تسلط على لاعبي الأهلي، لأنه مؤكد لأنه ده جمهورهم وقلقانين عليه وقلقانين منه في نفس الوقت، أنا ما أقصدش يعني، أنا بقول لك العمل كان سريع، كانش فيه يعني قبله بداية تنبئ بشيء، جمهور اكثر حماس، الجمهور واضح انه زعلان من الترجي حتى في الدوري زي ما انت بتؤكد. لا لا كابتن، الجمهور لم يكن زعلان من الترجي، بالعكس الجمهور فايز بالدوري، الجمهور امور واضحه، الجمهور يعاون كثير، اللي صار وهي راهو اشكاليات معناها في تنظيم الدخول، لانه طبعا اداره الترجي كانت وفرت موضوع برضه وانت بتسخن مزعج، ما فيش شيء خطير، لكن الموضوع خد انتباه اللاعبين يعني صحيح، لانه لاعبيه النادي الاهلي تقريبا دخلوا للميدان وعاودوا خرجوا، لكن لاعبيه الترجي هما اللي قعدوا في عمليه الاحماء وقتها عاودوا رجعوا لحجرات الملابس، لانه بالرسمي وقتها اصبحت استحاله بالنسبه للاعبيه الترجي كانوا يتنفسوا على ارضيه الميدان، لانه نعرف جيدا والاشكاليه اللي صارت هي بالكل هي كانوا الامن الوطني قرروا كانوا يقفل ابواب راس الساعه الرابعه، لكن هناك جماهير ما زالت نعرفوا جيدا في احترام البروتوكول الصحي والتباعد، جماهير ما زالت ما دخلتش الملعب، ولهنا صارت شويه الاشتباكات ما بين الامن والجماهير الترجي هذه التونسي اللي كان المفروض وقتها حتى هي فرصه طيبه بقى، مباراه العوده هتكون فرصه طيبه نتفرج على الاهلي والترجي يعني باهميه فنيه هتكون اعلى اعتقد يعني أكيد، لأنه الترجي أمام فرصة حتمية وحيدة، لأنه نكد لك مثل ما الأهلي يتصرف في تونس الترجي قادر يتصرف في القاهرة، صحيح قبيلة قلت لي هناك الزملاء اللي يقول لك 90% للأهلي، لا أنا أقول لك 50-50، ما زلت الأهلي الساعة 50-50 لأنه الأهلي راهو لغاية هذه راهو شاهدنا كل مباراة، راهو الأهلي ما قدمش مباراة كبيرة، راهو الأهلي ما جاش، صحيح الأهلي انتصر والجول شرعي والأهلي
قدم مباراه بدنيا طيب. كان افضل من الترجي. طيب الكوز. خليني بس اسمع من وحضرتك معانا برضو استاذ محمود. يعني الاستاذ هيثم بيتكلم على ان الاهلي لم يقدم مباراه جيده. الاهلي هدف شرعي الاهلي كان الافضل. الاهلي فقط عرف ينتصر. كان هناك ذكاء وكان فتنه من لاعبي النادي الاهلي ومدرب الاهلي اللي هو المطلوب ما يقبلش اهداف في رادس، ولو كان فما امكانيه يجيب جول وهذا اللي حصل له. ولهنا هذا اللي يشكر عليه النادي الاهلي. مظبوط، ولكن الكلام اللي حضرتك بتقوله ده هذا هو الفارق ما بين الفريق الكبير والفريق النجم والفريق البطل واي فريق اخر، اللي هو كيفيه استغلال الفرص. لا ترجي لا استاذ هيثم بس لا 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 طبعا يا هيثم طبعا لا كابتن اسلام اكتر واحد عارف على فكره. لا اصل الثلاث ايام اللي فاتوا مثلا اي حد بيجي يسالني يقول لي الترجي، وهنا على الهوا لو حضرتك متابعنا خلال الثلاث ايام اللي فاتوا كان بعض الاعلاميين التونسيين وبعض الصحفيين التونسيين ما بيخشوا ويعملوا معانا مداخله كانوا بيقولوا لي انا تحديدا لو حضرتك رجعت للثلاث ايام اللي فاتوا ان الاهلي الاقرب الى الوصول الى الدور النهائي لان الترجي سيء. اتقال لي كده هذول ما همش مكشخين. خليني اكمل لحضرتك. ولكن دايما كان ردي ان الترجي هو الفريق الثاني او ثالث اكبر فريق في افريقيا من ناحيه البطولات. الترجي واحد من افضل الفرق في افريقيا. الترجي واحد من افضل الفرق في تونس. الترجي سيظل دائما اسمه الترجي مهما حدث، سيظل هو شيخ الانديه التونسيه. الكلام ده انا قلته على الهوا، والكلام اللي حضرتك بتقوله ده تحديدا 50% و50% هو ده الكلام اللي انا قلته ان هذه المباراه 50% 50% يا استاذ هيثم. اسمع تعليقك يا استاذ. الترجي بطل نسختين 18 و19 بالظبط كده، ما تقدرش تقلل منه يعني. لكن هو اللي انا عايز اقوله لك حاجه واحده، انت بتقول مش ده النادي الاهلي بتاع قبل كده. لا، الاهلي بيبدا مرحله تانية جديده مع تكوين فريق عاوز يبني. الاهلي لما بنى وراح افريقيا وسيطر عليها فتره من الفترات كانت النقطه الاساسيه انك تعرف ازاي تفوز خارج ملعبك. مظبوط، ودي يعني دي الفكره اللي بنى عليها مانويل جوزيه كل انجازات الاهلي، انه خلاص كسر الحاجز النفسي واوجد ده اللاعبين والجيل الذهبي الفرصه ان هم ايه بيعرفوا يلعبوا خارج ملعبهم، والفكره دي توصلت. انت هنا مع جيل جديد كسر اللقطه دي، بدات مع مباراه الوداد على فكره. مظبوط، المباراه المهمه الوداد في السيمي فاينال كانت ادت ثقه، عمل كده رد فعل بقى في مباراه العوده، مباراه كبيره جدا، والوصول للمباراه النهائيه مع الوداد السنه اللي فاتت. انا بكلمك الوداد السنه اللي فاتت. السنه دي كسرت برضو الحاجز رغم انك انت ادائك في الادوار التمهيديه ما كانش بالصوره المطلوبه، لكن ايه كنت برضو بتجمع شتات الفريق بصوره في ظل اصابات وفي ظل غيابات وفي ظل حاجات غريبه بتحصل مع الفريق، لكن المدير الفني قدر يعمل روتيشن. مباراه الترجي في الذهاب مباراه الكثير كان خايف من التوجه، ولما فاجئ الترجي الجميع بانه هيحضر الجمهور كله كان متوقع ان الجمهور هيحضر. نعم. لكن الاهلي خرج من المباراه باللي هو عايزه. صح، يعني انك انت نقطه مباراه الذهاب، تخيل بقى العكس لو كانت انتهى 1-0 لصالح الترجي، كان يبقى العبء والضغط الكبير جدا على النادي الاهلي هنا في ملعبه. مزبوط. خاصه انه كمان هيلعب بدون جمهور. لكن انك ترجع من تونس وفي معقل الترجي الكبير بنتيجه 1-0 اكيد الحسابات هنا هتبقى مختلفه. الترجي هيجي هيلعب بكل يعني هيربي بكل اوراقه في الملعب، لكن اعتقد لعيبه الاهلي وبقياده موسيماني لديهم القدره على انه حسم المباراه اللي هتكون صعبه جدا في ظل ضغوط كبيره جدا. ما حدش يقدر يتنبأ بالافضليه رغم افضليه 1-0، لكن هتحسمها على مدار ال 90 دقيقه ان شاء الله. الحضور الذهني لعيبه الاهلي وتجهيزهم بالصوره واخراجهم من حاله الضغط اللي هو تسريب شعور ان المباراه اتحسمت وانه خلاص الاهلي صعد. لا، الاهلي ما صعدش. نعم. لسه الاهلي قدامه 90 دقيقه اعمال شاقه محتاجه فيها جهد كبير جدا ان شاء طيب. الله حتى يصل الى الفاينل باذن الله. استاذ هيثم، يعني استاذ هيثم معانا مظبوط؟ استاذ هيثم عايز اخد رايك برضو. الترجي في هذه المباراه، المباراه القادمه بقى، خلينا نروح للمباراه القادمه، من وجهه نظرك كيف ترى طريقه لعب الترجي في المباراه القادمه؟ بمعنى انا فريق كبير، فريق عظيم، ليا جمهوري، ليا ناسي، ليا مريديني، ليا محبيني، واتغلبت 1-0 على ارضي. كيف يفكر المدير الفني معين الشعباني في المباراه القادمه؟ ده ساعة في تعليق بسيط كابتن اسلام. اكيد ساعة في مستوى مثل هذا خاصة في دوري نصف نهائي ابطال افريقيا مع زوز فرق تقريبا الزوز الافضل في افريقيا اللي هو الاهلي والترجي راهي تنتفي المساحات وتنتفي الأرضية الميدان ونبتعد جيدا، لانه شفنا ضغط جماهير الترجي كان بالعكس ولد ضغط سلبي على الترجي، وقبل معناتها والتاخير بساعه كان عائد سلبيا على الترجي التونسي، لانه في مستوى مثل هذا في مستوى مثل زوز فرق هذوما ننساو الملعب وننساو الحضور الجماهيري وننساو كل شيء. مباراه العوده اكيد بالنسبه للترجي التونسي
اولا هنا ما شرحتكمش الراي تقولوا لي الضغط باش يكون على الترجي، بل بالعكس الضغط باش يكون على النادي الاهلي، لانه النادي الاهلي يعرف جيدا قيمه الترجي، يعرف جيدا قيمه مدرب الترجي التونسي معين الشعباني، يعرف كون الترجي التونسي لما عاد من العاصمه من الجزائر في مباراه دور ربع النهائي منهزم 2-0، عاد في رادس وفي اخر لحظات ورجع 2-0 وفاز بضربات الجزاء، يعني في مثل هذا المستوى تنتفي يعني كل هذه الحسابات، وخاصه الارضيه الميدان ومباراه عوده ومباراه اياب. كما قلت لك الضغط باش يكون مسلط على لاعبي النادي الاهلي، لانه يعرف جيدا، لانه النادي الاهلي الشيء اللي صار في ملعب رادس مستحيل يتكرر، لانه نعرف جيدا كون الترجي التونسي باش تكون هناك رده فعل من لاعبي الترجي. معين الشعباني وهذا حتى ما صار على مستوى اداره الترجي ومدرب الترجي، نعرف جيدا كون الاصابات اللي كانت عائق كبير امام معين الشعباني، خاصه بغياب لاعبي وسط الميدان تقريبا، ايضا غياب طه ياسين الخنيسي، غياب غيلان الشعلاني، وحتى شفنا بلغيت اللي ما كانش في اوج العطاء نتاعو، ايضا عاملوا كون الدوري التونسي تقريبا منذ شهر الترجي التونسي لاعبيه لم يخوضوا اي مباراه رسميه، اللي خلى بعض الفراغ بدنيا بالنسبه للترجي، وهذا ما اضطر الترجي التونسي للتحول في تربص مغلق الى مدينه تبرقة قبل مباراه الاياب، قبل مباراه الذهاب عفوا في رادس، ولهنا نستناو كونوا رده الفعل للترجي، وهذا حتى ما اكدوا المعدل البدني للترجي باش يقول لاعبي الترجي باش يشوفوهم بوجه اخر في مباراه القاهره، ولهنا نستناو رده فعل، وهذا ما اكدوه اللاعبين الكل، حتى شفنا الجماهير اللي كانت حاضره في تمارين الترجي واللي كانت غاضبه جدا على مردود عديد اللاعبين، على غرار حمد الهوني، على غرار انيس البدري، على غرار توكي، على غرار عبد البسيط، اللي تقريبا لانه بصراحه ما نختلفوش الاثنين، وكانوا تكتيكيا الاهلي في طيلة ال 45 دقيقه الاولى الاهلي كان افضل من الترجي، كان عرف كيفاش يسيطر على مناطق قوه الترجي التونسي ويخلي الترجي ويحد من خطوره الترجي. في الشوط الثاني انا قلنا بدنيا هو العامل الوحيد اللي صنع الفرق بالنسبه للاهلي، نستناه وهذا ما اكدوه المعدل البدني، قالوا بدنيا الترجي سيكون جاهز في القاهره، ومثل ما اكدنا الناس الكل مثل ما الاهلي سجل في رادس وفاز 1-0، ناكد لك مره اخرى والشيء اللي نحكيه فيه الكل هو اللي اكد قيمه الترجي التونسي، ان كانوا الترجي قادر يسجل في ملعب قادر، وناكد لك حاجه اخرى اي نتيجه فوز بالنسبه للمباراه الثانيه للترجي هي اللي تعدي الترجي التونسي ما تعديش الاهلي المصري. تمام، تفتكر ايسم انه معينا يلجا زي ما احنا متعودين يعني في الكره التونسيه اللي هي الكل في الكل، يعني هيلجأ للهجوم كده من اللحظات الأولى بدون خشية، ولا هيمشي الماتش 90 دقيقة ويستنى فرصة الهدف يعني؟ لا كابتن اكيد، شفنا الترجي التونسي في تقريبا كل الادوار في اللي خاضها في النسخه الحاليه لدوري ابطال افريقيا، كانوا الترجي يسجل بعد دقيقه 75. نعم شفناه حتى تاهل الهدف الثاني ضد شباب الوزداد كان تقريبا في دقيقه 86، يعني الترجي يتريث، الترجي ياخذ وقته، وهذا اللي ما فهمناهوش في الترجي اللي هو العامل البدني اللي كان خان الترجي في يوم مباراه الذهاب. نستناو ان شاء الله هذا ما اكدوا صبري وعزيزي، كانوا الملاعبيه باش ترجع لهم اللياقه نتاعهم البدنيه باش يكونوا في التوب فورم نتاعهم ان شاء الله باش يكونوا في مباراه الاهلي. وكما قلت لك ما نتصورش معين كانوا باش يجازف من الاول، لانه نعرف جيدا ما تنجمش 90 دقيقه 90 دقيقه تلعب ضد النادي الاهلي في القاهره وانت تجازف على النادي الاهلي منذ بدايه المباراه، اكيد لهنا باش تخسر. دونك نتصور كانوا معين الشعباني باش يتريث، لاعبي الترجي عندهم التعليمات الواضحه اللي المباراة هذه مباراة للفوز ليس للعب، مباراة تتربح ما تتلعبش كما نقولوا نحن مباراة الكبار كده فعلا. استاذ هيثم انا بشكرك جدا على وجودك معانا، وسيظل دائما الترجي هو الترجي، سيظل دائما النادي الاهلي هو النادي الاهلي طبعا، وستظل مباريات الاهلي. هو جاي من الباسه ولا لا هيثم؟ انت جاي ان شاء الله؟ ان شاء الله بكره الطياره الساعه 2 بعد الظهر من تونس. انا موجود هنشوفك بقى ان شاء الله. انا بشكرك جدا يا استاذ هيثم، وستظل دائما مباريات الاهلي والترجي طول عمره هتفضل كده يعني لامل شمال افريقيا. نعم ديربي شمال افريقيا، ديربي شمال افريقيا بالظبط نفس الكلام. محمود كان بيقول 50-50 وانا هو ده نفس الكلام، لكن انا الحقيقه هو ده حقيقه حصلت الثلاث ايام اللي فاتوا، كل ما اجيب حد من تونس يقول لي 90%. انا لسه كنت حتى بسال الاستاذ محمود على هذا الموضوع، هو لازم يسرب لك حته كده عشان لازم يديني حته كده انومك شويه مثلا زياده برضه انومني شويه. لا بس في حساسيه بزياده يا محمود والله، بعض الزملاء في تونس فاهمين ان احنا بنتنك عليهم بالمعنى الدارج يعني، او بنقول كره شمال. مين اللي يقول كده؟ هو ما هو بقى الخليط اللي حاصل بتاع سوشيال وما سوشيال خلى اي حد بقى اعلامه كابتن. لا بس هو في النهايه الكل يعلم مدى العلاقه الكبيره جدا ما بين الاهلي والترجي،
بين جمهور الاهلي وجمهور الترجي، المناوشات اللي ما بين الجماهير دي سهله سهله طبيعيه. انا بتكلم على اللي بيطلع يقول لهم انا اعلامي فيقول لهم ترجي ايه وتونس ايه، لا ما فيش الكلام ده. يزعلوا جدا لولا بعض الصداقات يا كابتن، وجود مثلا حوار زي اللي انت عامله محمود واصدقاء والعبد الله واصدقاء، بنبدا اقول لهم وهم بيشوفوا بقى الاهلي بيستقبل الناس ازاي، طبعا طبعا يعيشوا ازاي في وسطنا. انت بتتعامل باسم مصر طبعا، ما بتتعاملش باسم حد، باسم مصر الاول، وبالتالي مصر دائما هي اللي دايما الكبير، وهي دايما اللي بتلم الناس مهما كانت الظروف. لازم تبقى عارف ان فوز الهلال عمل لهم صدمه. نعم عمل صدمه، صدمه جامده، صدمه جامده جدا طبعا، رغم الاحداث اللي حصل قبل بدايه المباراه وتاخيرها ساعه. ربما كان هذا الامر، المشاورات اللي جرت ربما كان من الحنكه ومن توفيق ربنا انه قدر الجهاز الفني الاهلي يطلع لعيبته ياخدهم بره المشهد، اديهم نفسيا والشحن الايجابي، اللعيبه نزلت عندها ثقه. مظبوط، كان ممكن الامور تتطور ويبقى الامور صعبه، ويبقى انت عارف ده مش اول مره في لنا لينا زي ما بقول لنا في رادس حكايات كتير. حكايات ما كانتش بالسهل، حكايات كان لا حكايات، لا حكايات بالعرق والجهد والدم واخلاص كده. فعاوز اقول انك انت ربنا كرمك وكنت حاضر في المباراه وخرجت، ده مهم جدا. نعم هو جاي عاوز يعمل عليك ضغط، عاوز ياخدك في الحته بتاعته، قوم انت تخاف. لا انت مش هتخاف، خلاص انت كسرت الحاجز النفسي. بالفوز ده على فكره يا كابتن سامي طلعك خطوه لقدام. فاعتقد بيتسو موسيماني خلاص بقى عنده التوليفه والدماغ اللي بيعرف يتعامل فيها في المباريات الكبيره، بقى عنده الثقه في اللعيبه، وعنده بيعرف يحرك الاوراق بتاعته في الشطرنج ازاي، بيعرف يلعب ازاي. ده من الحاجات ايه، ان يكون لديك مدرب يكسب المواجهات الكبرى. ده من الحاجات اللي هي فيها توفيق كبير جدا من ربنا سبحانه وتعالى انك انت رحت للطريق ده. انت داخل في مرحله لسه، انا بقول اهو اكتمال البناء اقترب، انت بتوصل بتوصل مرحله في ظل ظروف ايه، بتيجي تروح تقف فريق بجمهور وترجع انت تلعب بدون جمهور، وتروح تواجه مش عارف عندك اصابات، وتطلع يطلع المدير الفني بتاعك جاهز بحط البديل وعنده اللي حطه بره. فاعتقد المباراه اللي جايه هتبقى مباراه تكتيكيه من الدرجه الاولى، مباراه قوه وصراع في منطقه نص الملعب، مباراه كمان يعني لابد بكل ما اوتيت من قوه ان تقلل من اخطائك حوالين ايه طبعا. منطقه ال 18 لان هو بيجيد الكرات الثابته وهيلعب ان هو هيموت اللاعب وان هو بيدافع. راسمال الترجي الحقيقه مدرسته انت تعرفها كويس طبعًا. جدا طبعًا. انه بيريحك ويقفل ورا، لكن بيلعب على واحده وشكرا خلاص بقى العب انت بقى العرضيات والفاولات. فانت هنا ايه لابد ان تاخذ بزمام الايه المبادره بقى على طول بقى، ما تستناش بقى الفرصه عشان ما يجركش للي هو عايزه. انت لازم تفاجئه باللي انت عايزه، مش اللي انت عايزه مش اللي هو عايزه. اعتقد موسيماني في السكه دي اللي انت بتقولها. على فكره حاجه مهمه يعني مركز ان اوضحها، موسيماني وكانه لم يبدا العمل الرسمي مع الاهلي بعد، وكويس ان مقدمنا ومزانا هو نجم كره قدم. الراجل عشان يعمل اللي عمله مع سان داونز قعد موسم ونص قبل ان تبدا الطريقه واللي قدمه على مدار المواسم الطويله دي، هو ولا مره خد توقف، ومع كل توقف اسبوع 10 ايام أجازة. بتلاقي الكوره مع التيم بالتكتيك مختلف، بيبدا يقول للاعيبته ويذاكر لاعيبته لانه كان جاي ماتشات ماتشات ماتشات. اعتقد ان هو النهارده جاهز للي قاله صبري انه يعرف ازاي يسيطر. هو مدرب من العيار الثقيل. نبيل معلول في حوار اكثر من رائع قال انه بيرسل تحيه خاصه لمحمود الخطيب وليس اسطوره كره القدم مع محاوره عشان ما يفكرش بيتكلم عن هذا النجم. قال كيف فكر هذا النجم المؤسسي في اختيار مدرب من داخل القاره لديه علم مع النادي الاهلي. وبالتالي انا متاكد ان موسيماني مجهز لاعبته وجاهز لتقديم وجبات مش بس الماتش ده، ان شاء الله في قادم المباريات. كيف يجهز موسيماني لاعبيه لهذه المباراة الهامة جدا؟ ده اللي هنسأله لأساتذتنا، ولكن نطلع فاصل وبعد الفاصل نرجع نكمل هذا الحوار الممتع. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين. أستاذ محمود، كيف يجهز موسيماني كتبته لهذه المباراة؟ بدأت النهاردة بالكلام اللي حصل النهاردة، كلام كابتن سيد عبد الحفيظ أكيد مع الفرقة ومع اللعيبة، عشان دي مهمة جدا. تيجي انت في خلال استعدادك للمباراة مهمة بتدي صدمات، أيوة. تفوق وتزود التركيز بس بدون ما يكون في مبالغة. انا مش عاوز اخوفك تنازل وانت كسبان تنزل خايف، لا تخسر بالزبط. امر طبيعي جدا في الكورة، يعني لا احسن مننا بيتعرض للكلام ده. فاعتقد التجهيز النفسي
ووضع اللعيبه وكمان معاهم برضو موسيماني بالحاجات دي بتاعته يعني عنده لقطه. بالخلاف اكيد هيبقى في مثلا الكابتن محمود الخطيب ليه دايما في الحاجات دي بيبقى له يعني مشهد مهم جدا في لقطه مناسبه بيدخل بيتكلم كلمتين كده مع اللعيبه. اعتقد ان هم مقدرين انه الاهلي بات قريب جدا من حلم البطوله العشره، شيء مهم جدا محتاجه تركيز 90 دقيقه فاصلين للوصول للمباراه النهائيه اللي تقام في المغرب. الكلام بقى عن الاطار الفني ده ما حدش يعرف تفكيره هيبقى عامل ايه، هل هيلعب بنفس التشكيل، هل هيلعب هيضيف ناس تانية، هل هينزل يعني هو اللي ياخد الترجي ويقول يلا بينا نخلص موضوع حكايه خلصت من رادس. دي كلها حسابات اهم حاجه فيها يا كابتن اسلام بيبقى توفيق ربنا سبحانه وتعالى. طبعا توفيق ربنا طبعا. حاله اللعيبه تفاصيل صغيره بتبقى مهمه جدا بالنسبه للجهاز الفني وكمان حاله اللعيبه. اتمنى ان شاء الله يكونوا حاضرين وقدروا ان هم خلاص داخلين في سكه مهمه جدا ليهم ولتاريخهم الكبير، انه الاهلي في حته تانية، انه الاهلي رايح ان شاء الله كاس العالم اللي جاي لكاس عالم الانديه. فاعتقد المساله هتحتاج يعني ما بين ال 90 وما بين 90 دقيقه 180 دقيقه كلهم على بعض ان شاء الله. ان شاء الله النادي الاهلي يكون باذن الله تعالى بطل العشره. دي امنيات، ولكن امام الامنيات دي يا استاذ عصام دايما بتيجي المطبات الصعبه. انا برضو بشوف وما زلت مصر واكرر ان مباراه يوم السبت فيها اشياء كثيره جدا، ولكن استاذ محمود كان بيتكلم على التركيز. جمهور الاهلي محتاج يفهم برضو او يعرف قد ايه الفرق ما بين التركيز والتركيز الزياده. طبعا لانه التركيز ده مطلوب، احنا دايما بنطالب الكل او كل ما كنا بنلعب كانت الناس كنت ركز في الماتش. الزياده دي خوف على فكره. ايوه الزياده هتوصلك للخوف، بتعمل اللي بنسميه رمل في الرجلين يبقى مرعوش، والكره تيجي تخبط في بطن رجلك اسلام وتطول سنه وحاجات كده. انت لعيب كره ونجم مصر وكابتن مصر اسلام، وبالتالي ده مش مطلوب نهائيا. بس الاهلي عدى المراحل دي. أيوة. صحيح خشيه الفرحه لكن قطعوها خلاص، خبرات متعاظمه. انت معاك الشناوي بيقفل الباب على المصورين حتى لو اعلام النادي الاهلي عشان يقول له. برافو عليك، انا لسه كنت هاخد منك النقطه دي، ان اعلام النادي الاهلي او قناه الاهلي كانت متواجده واتقفل عليها اول حاجه. على فكره احنا كنا سعدة جدا، مش بيقول له ماتش تاني. ايوه اصل هو ما بيقولش انتوا جايين، ما هو مش متوتر ده راجل بيتكلم كبروفيشنال، بيقول له لا عندنا شوط تاني يا جماعه، هنبقى نصور وهنبقى نفرح وهنبقى حتى الناس اللي ما عندهاش يعني كوبي رايتس هنديها بس نخلص. يعني ايه مش وقته؟ لعيبه عارفه هي بتعمل ايه، ده النادي الاهلي. كابتن محمود خطيب لما يعني زي ما عرفنا ان هو ما قعدش يعني مع التيم القعده، كل الناس بتبقى فاهمه ان رئيس النادي لازم يعدي بقى وعاملين ايه. هو بيعدي، كلكم ثقه، الناس مستنياكم، ده تاريخكم وده تاريخ النادي الاهلي. يعني حوار محفوظ جيل بعد جيل، كابتن صالح رحمه الله، كابتن حسن حمدي ربنا يديله الصحه، والان محمود الخطيب. هذا هو التواصل المؤسسي لنفس الاداره، عشان كده هو ده الموضوع. وبالتالي لا تقلق من لاعبين زي ما حتى حمود وانت بتقول لي بص لي اللي هو ايه، لا التركيز الاوفر يبقى خوف. مش ده النادي الاهلي بقى، اللي بيبقى جديد عليه الانتصارات هو اللي تخاف عليه من بهجه الفوز قوي، او التركيز الزايد خشيه اللي في ايده. لا اللعيبه دي تعودت تيجي فيها جون وجيب جون مش يجيبوا جون. عشان كده كان في تصريح فني كبير قوي ومحترف قوي الموسيماني، لا مشكله ان نقبل اهداف قبل الماتش الاولاني لان معايا تيم يقبل اهداف ويجيب اهداف. لكن هذه هي كره القدم. لكن قال ايه بقى؟ انه عنده حارس وفريق رائعين، لكنه ما قالش اللي معاه الشناوي ما يجيش في جوان. انت بتحمله ليه كده يا راجل؟ بس ده بقى المدرب المحترف، مدرب غيره يبداها بانه مع افضل حارس في افريقيا، واحد بقى له رقم عالمي ما شاء الله محمد الشناوي، ديفنسي كم من مره، كلين شيت، نص ملعب اكثر من رائع، محمد شريف اللي لو اي لعيب غيره مع جهاز اداري زي سيد والذين معه، حتى دكتور عمرو محب كراجل بيترجم لكنه بيتكلم مع اللعيبه، وموسيماني. وانا مصر ان الراجل ده هيقدم اكثر من ذلك بكثير. لا لقيت محمد شريف ده راجل عام على عوم الشهره، لكن في اتزان نفسي يؤكد ان فريق العمل او الاطار الفني زي ما اهالينا في الخليج يقول لك الاطار الفني اللي هو الجهاز الفني، لا جهاز منضبط ومحترف جدا جدا. انا الحقيقه مش قلقان، ولازم اقول ده لانه انا متاكد ما يدور في الحجرات وفي الملعب هو التركيز المحترف بمؤسسيه شديده ولا شيء غيره. تمام استاذ محمود، برضو واحنا بنتكلم خلال هذه الفتره تحديدا
اصل اليو ديانج جاله عرض ب 800,000 مليون استرليني، وعصام شلتوت جاله عرض ب 900 مليون، ومحمود صبري مش عارف مش عارف مين، مانشستر يونايتد باعت المكتشفين. يعني انتوا اساتذتنا في الكلام، يعني اشمعنا دلوقتي؟ ومش من المفترض، معلش خدني للاخر، مش من المفترض ان انا الاقي مصر كلها واقفه في ظهر النادي الاهلي خلال هذه الفتره؟ لا لا مش لازم، مش لازم والله، مش لازم مصر كلها يعني. والله مش لكن لازم. يعني لا مش لازم. طب دي جديده الحاجات دي جديده؟ مش جديده، بس عاوز اقول لك ايه، عاوز اقول لك على ايه. هو يعني مثلا دي بتخليك للبعض اللي يعني المنافسين يعني بيبقى لهم دور في ان احنا نحط بقى يعني كفاياك انت هتروح فين تاني يعني انت ايه مكمل رايح فين؟ احنا كنا فاكرينك هشيل 2-3 في الترجي، انت عملت لنا حتى لو جيت كسبت هنا 6-0 بس يعني عايز اقول لك حاجه. فانت ايه، فبتيجي بقى حاجات بقى تترمي بصوره ويتكتب عليها قصص وروايات، وانه مثلا نادي مانشستر بعت الكشافين بتوعه هيتابعوا مثلا اليو ديانج في مباراه السبت عشان يشوفوا ايه اخباره ايه، لا ده مش عارف ده ولتر بوليا مش عارف رايح فين، لا ده علي معلول عقده اكبر عقد في الدوري المصري في التاريخ، في التاريخ وبياخد انا بتحكوا عليكم لا ده انا عاوز. انت عارف انت الحاجات دي طبعا. هنا بياتي دور ايه؟ هنا الاهلي بقى يعني الجهاز الفني، الاسره بقى، العائله، العائله، وكمان طبيعه وشخصيه اللاعب ده بتبقى شيء مهم جدا. في احنا لما تجينا لو حكينا التاريخ وهنقول ونتكلم على مواقف كتير جدا، هتبقى شخصيه اللاعب هي فيصل في الجزئيه دي طبعا. يقبل او لا يقبل، يقتنع او لا يقتنع. أيوه. مهم وتواجده وشايف اللي معاه بيحترموه وشايلينه على راسهم بيديله كل اللي هو عايزه، ولا المساله مساله ماديه بحته؟ ما انت أيوه. بتزعل على ناس في ايه، في على مدار تاريخ النادي الاهلي تزعل على انه الماده يا جماعه مكان الاحترام شيء مهم، لكن الاسره اهم، العلاقه والدفء الاسري. لما يبقى تاريخك مع الاهلي 10 12 سنه وتبيعه مع كامل احترامي ب 10 ولا 20 مليون، انت اللي خاسر، انت خاسر بيتك مش مشكله. نعم. مبروك عليك الفلوس، لكن في حاجه مهمه جدا، جمهور الاهلي عمره ما ينسى، ومصدر قوه الاهلي على مدار تاريخه للي فاهم هو جمهوره رقم واحد. ما تعتقدوش يا جماعه انه غياب الجمهور غريب. يعني الجمهور مش واخد باله، لا واخد باله من كل اللي بيحصل ومتابع، بس يعني المشهد مطالب او مطلوب الفتره دي. فاعتقد انه ايه، بتيجي تعمل الحاجات دي ربما تديك صوره ايجابيه، ربما تديك القوه وتحفز ان لا هنرد على الكلام ده في الملعب. انت دايما ايه، لما نيجي نتكلم على اللي حصل في 2018 للاهلي في تونس، احنا يعني قلنا الموضوع يكون ايه، الرد في الملعب. مظبوط، احنا مش هنرد غير في الملعب، احنا مش اسلوبنا بره الملعب والاساليب المختلفه اللي هي بتتقال دي. فاعتقد انه الحاجات دي مكشوفه. ايوه واضحه، مش هتنال من لعيبه الاهلي. مش هتيجي حد يروح يقول ديانج وهو ماشي كده خلي بالك ده جاي لك مانشستر وانت مش واخد باله، انا مش عاوز امشيك. اعتقد لا، الناس دي يعني ملتزمه بعقدها، هيجي وقت لما يكون عنده حاجه فعلا الحقيقيه جايه ومطلوبه ومعروضه. أيوة. بسوء اكيد هيبقى في نقاش، واداره النادي هتتسلم الورق الرسمي مش بالبق والكلام اللي بيتم. دي كل الحاجات يا كابتن اسلام، اعتقد بالخبره والتواجد سيد عبد الحفيظ في المشهد ده برضه بيصلح كثير من الاخطاء وبيوضح الصوره برضه. فاعتقد انه لعيبه الاهلي ان شاء الله تركيزه منصب على الوصول للمباراه النهائيه ان شاء الله. في التركيز بدون زياده في التركيز. لا بدون بدون زياده، زياده مع لعيبه محترفه احنا اتفقنا انه مستحيل، حتى ما يمكن يعني رصده اللي انت قلته ده. اللعيبه خلاص يا كابتن عارفاه ليه، لا شيء في النادي الاهلي خلف الاسوار. يعني ايه؟ يعني انت ما بتقعدش مع لعيب لعيب، انت عندك فئات، عندك كل شيء واضح. عندك لعيب زي ديانج عينه على اوروبا وعارف انه هنا هو السنتر اللي يروح منه اوروبا، هو اصلا ب 20 مليون يورو، وانا بقول لك كلام انا مسؤول عنه من ناس يعني محترفين كبار بلدياته من الأزهريين، عارفين ان هو لن يخرج من هنا الا الى نادي كبير. لكن لانه مستوى الاحتراف عند الولد زاد فين بقى مع النادي الاهلي، غير ان هم همهم في افريقيا يبقوا كده، قال لك انا محتاج مع الاهلي مواسم اخرى عشان يروح اعلى نقطه في الاحتراف الاوروبي، مش لسه هيروح يبدا فينتقل، عايز يمشي من هنا زي ما بيسربوا هم مانشستر، مش يبعت كشافين، يبعت صاحب النادي. ساعتها الناس بقت بتفكر باحترافيه ما بيلاقوهاش الا في النادي الاهلي. أيوة. هناك شرائح، هناك ما هو واضح، عندك عقد بتقعد تتكلم فيه، ما عندكش عقد خلاص انت بقيت عارف حقوقك كامله كل حاجه. اللعيبه النهارده في مصر وحضرتك عارف، خلينا نقول للجمهور واخويا محمود عارف،
اللعيبه بتحسد زمايلها في النادي الاهلي، بيقول لها يا عم انت معاك البتاعه دي بتروح تلاقي فلوسك نزلت في المكنه، احنا بنعدي على بيبان ونقفش هنا ونقفل هنا، ويقول لك طب بعد بكره. قد تتحمل ظروف، لكن برضه بتتحمل اي ظروف بموجب منظومه محترفه. بس انت بتقول الكلام ده يا استاذ عصام عشان انت في قناه الاهلي، مش بتقول الكلام بالعكس. بالعكس. طب ما تحسبي عليا لو اتكلمت في اي مكان. يعني لا لا لا، وفي قناه الاهلي حتى ده، ما هو انا اهلاوي وقت ما اكون عندي ما يميزني وانا بتفرج لنفسي اغلق عليا بابي، لكن لما اتحدث للعامه حتى لو من قناه النادي الاهلي لازم اراعي ضميري، والا الناس مش هتحترمني. نعم. وبالتالي انا بتكلم عن منظومه محترفه ليس عشقا ودروشه، بالعكس. طب ما الناس تشوف. لكن انت النهارده بتتكلم عن كل من ليس لديه الامل في نفس المنظومه، لازم بدل يعني تيجي تقول له انت ما بتكسبش يقول لك يا عم ما الاهلي اتغلب سنه 76. يا اخي انت بتدرج الحاجات في بعضها ليه؟ وبعدين سبحان الله انا عامل حاجه لطيفه كده يعني كنت كاتبها للناس اللي بتتابعني والحمد لله، قلت لهم يعني انه يعني البتاع ده اسمه ايه الحاج ايفون ده احتفل بالنادي الاهلي يا اخي بكلوب هاوس ده، يعني يسالونك عن اي حاجه اقول لهم كلوب هاوس. اي حد بقى في نقطه صراحه رائعه، الناس بقت بتكلم بعض في الغرف المغلقه وعلى بال مفتوحه، وعلى بال لا المغلقه على بال ما يعرفوا انها مفتوحه بيكونوا سبحانك يا رب ياتوا باعترافات رائعه، مش هقول ليليه لان بقت بالنهار والظهر والعصر. عموما بص هناك فرق يا كابتن، كل الامور في النهايه تتضح ان النادي الاهلي هو البيت الكبير. ما هي بالوضوح كل الامور يا كابتن عند حواجز احترافيه واضحه بتتكسر عليها كل الشائعات يا كابتن، لانه انت بيقول لك ايه الحق الناس جايه على باب البلاتو، فانت بتستنى لما يخشوا يا عم انا مش هروح اقابلهم على الباب، فلا ناس تيجي ولا في بلاتو اصلا ولا في اي حاجه. بص يا كابتن سبحان الله وكأن ربنا فعلا بيؤكد ما اكده على الارض في كل الاديان، انك تعمل اللي عليك فربنا يديلك. الناس بتشتغل باحترافيه يا سبحان الله، اكم من مواقف يعني الحفره تتحفر كده. 27 نوفمبر يا اخي انا يا تخيل شاهد ودليل مش عايز تقول. وقول بقى زي ما انت عايز، الحفر بنبقى شايفينها بعينينا سبحان الله، وهو بيحفر اخر حته فيها يروح واقع جواها. ليه؟ لان هناك عمل احترافي كامل، هناك جهد ناس، هناك ما يمكن ان يكون منظومه. يشغل نفسي بيك لا يشغل الله عليك، يشغل نفسي بيك اصلا لا تشغل نفسك بالاخر. انا بستغرب لما انا طلبته انت سمعته يعني في اول الحلقه مش شغل نفسي في بدايه الحلقه انا طلبت ايه؟ طلبتش حاجه، قلت لهم يا جماعه خلي كل واحد في يعني انا هتكلم عن النادي الاهلي بس، ولكن عندما يتكلم اي حد عن النادي الاهلي بشكل خاطئ او بشكل غير حقيقي هرد، لازم هرد، لكن طول ما انت بعيد عني انا مش هقرب. هروح لك ليه؟ خلينا دايما ننبذ التعصب، بالعكس نفضل دايما واقفين ان احنا هو عايش على الجزئيه دي. ما هو انا مش عايز اوصل للنقطه. لا هو عايش، هو عايش. لا في حد بقى في حاجه على اللقطه دي، حياته كلها في اللقطه دي، لو طلع بره محدش هيكلمه ولا حد هيبص عليه. اوكي. فهيعيش لك في ان انا شاغل نفسي بيك، وده كويس على فكره، ده من مصلحه النادي الاهلي. هيخليك صاحي على الوجه الحقيقي للاحتراف. هيخليك صاحي واخد بالك قوي كويس جدا، هو مش مدرك على فكره. عارف ايه هو يعني بيقدم خدمه يا عم عصام، خدمه رائعه، خدمه جميله جدا ومجانيه. انا على طول حاطك فين؟ في عيني وشايلك، فانا خلاص باصص لك كده ما بعملش حاجه ثانيه، فخلاص ده كويس جدا برضه، وده الاعلام الجديد اللي احنا بنشوفه. طب انت مش معايا يعني ان الاحتراف الحقيقي الحقيقه والتعصب الحقيقي هو الوجبه اللي انت قدمتها في استعراضك للملعب، اللي هو ايه يا اخي تعالى نافسني في انك تخلق فرص لاضافه ملعب، لاضافه فريق، لنموذج احترافي. يعني انت عطلت الطياره في فيران ميونخ يا اخي وعاوز نموذج احترافي؟ ده كلام الطبيعي. لنموذج احترافي حقيقي، عايزين نتنافس في الملعب، في كل حاجه، في نموذج احترافي حقيقي، في افضل رعاه يا اخي. في اكتر من ان الناس تتحدث في العام 2021 في بلد بعنوانها مصر الجديدة من 7 سنين. أيوة. ويتكلموا أن المعلن يجب أن يضخ أموال لكل كليلة. ليه يا عم؟ ليه؟ ده الناس بتتبرع للجوامع بعد ما البيوت بتستكفى. يعني بمعنى إذا لم يكن هناك سيرش يقول لك سيرش مين؟ أيوة. تقول له بصيرة يقول لك بصيرة مين أنت اللي ما عندكش بصيرة؟ مراكز عالمية، مركز الأهرام 500 دوكمنت، العالميه بقى اللي طلعت دي كمان ريال مدريد، يكفي انه رئيس ريال مدريد يبارك لمحمود الخطيب انه ناديه هو الثاني او الاول مكرر، حتى ده كمان
بيتآمر على العالم المصري. معقوله يعني؟ قولوا للناس كلام منطقي يا جماعه. بالظبط كده. انا ده اللي انا دايما بطالب بيه يا استاذ عصام، واتركوا من يعمل يعمل. بالظبط كده. بس انا مش عايز حاجه على فكره، انا عايز اللي يكلمني يكلمني يقول لي لا اسلام انت 42 بطوله الدوري، لا انت ما خدتش 42. طب ازاي ما خدتش 42؟ ما هو انا خدت سنه كذا وسنه كذا وسنه كذا، ما تيجي تجمع الارقام دي يبقوا 42. مظبوط. هو ده المنطق، هو ده التحليل. ده طلعوا حاجه اسمها حلال، يقول لك طب دول فيهم كام بطوله حلال؟ يا اخي حاشا لله. ما انا بقول لك دايما الحلال والحرام ده هيفتح باب تاني. اعوذ بالله. لا هيفتح باب في منتهى الخطوره على فكره، ما انت ساكت على حاجات. بالظبط. على فكره البعد استمرأ يا كابتن اسلام. الاخلاق والادب اللي بيتعامل بيه النادي الاهلي طبعا استمرأ وتجاوز بصوره وتجاوز بصوره غريبه جدا في الفتره اللي فاتت. عارف انت من السنتين ثلاثه اللي فاتت من بعد البرامج اللي طلعت في فضائيات خاصه بدا البعض يحاول يشوه الصوره بانه يخدشها بايه؟ بطوبه كده، بزلطه كده صغيره كده. هو مدرك، هو عاوز يوصلك لفين، هو عاوز يجرك، انت ساكت بتتفرج عليه، سكوتك ده خلاه يزيد ويتمادى. الكثير من اللعيبه اللي طلعت تتكلم، الاهلي علم عليها في الملعب، هو ما لقيش فرصه جاي يعلم عليك فين في القناه، ما انت ما قدرت في الملعب ما كنتش مش موجود اصلا، ما قدرتش. فعاوز اطلع كل اللي جوايا، فبطلعه فين؟ هطلعه في القناه في ان انا اقول ان انا بطل. انت ما كنتش بطل برضو ولا ايه؟ ما كنت بطل، ما كانش ده حالك. لا دايما هي كره القدم والرياضه اخلاق، وسيظل دائما النادي الاهلي كبير باخلاقه وبقيمه وبمبادئه. طبعا مش عايزه كلام، وانت مش بقيمه وباخلاقه وبمبادئه وبمثله اللي احنا دايما دي برضه بتضايق اهو. انت كده برضه بتضايق يعني؟ ما بضايقش حد، انا بقول يعني انت كده انت برضه كل حكايه المبادئ دي برضه بتضايق ناس عاملها بتعمل لهم حساسيه على فكره. كل الفرق العالميه المحترفه لديها مبادئ احترام عقود، اللي هي يعني لما نفصصها احترام العقود، واحد واحد يساوي اثنين اجملناها عشان الوقت يمر. وبالتالي ايه الغريب لما تقول كده عن نادي بيحترم كل ما هو احتراف يا كابتن؟ ايه الغريب في كده؟ ثم ما لك والاخر؟ الموضوع ده مش سهل ابدا الناس تعبره، لكنه ده محتاج انه ما شاء الله بعد انتوا شغالين لازم نفتح الملفات دي، لازم نعرف ليه ما بتتعملش رابطه انديه محترفه، لازم نعرف لما يكون في انديه منافسه لديها رجال اعمال هم من كبار اصحاب الاعمال في الوطن العربي مش في مصر، ولا يعلنوا على تيشيرتات انديتهم، يروحوا يسالوا انفسهم ليه؟ لانه لا توجد ادارات منتظمه، لا يمكنه ابدا انه يبقى عارف بكره الاعلان هينزل ولا لا. ولا ده كلام كتير جدا على فكره، يعني ده محتاج بقى ان احنا الحلقات اللي جايه احنا دايما هنبقى قاعدين وهنفتح قضايا في مثل هذه الحلقات. هذا هو سر مش تفوق الاهلي، ان الاهلي مستمر، ما حدش قال تفوق ولا حاجه، ده طبيعي. تمام. الاهلي حين يتفوق يخرج بالاستاد ان شاء الله، حلم المستقبل. الاهلي حين يتفوق تبص تلاقي مفرخه اللاعبين بتذهب الى اوروبا وليس حتى الى الدوريات العربيه. نعم. هذا هو ما يسمى انتظروا عائله الاهلي. البرنامج ما كانش محطوط يا كابتن بطريقه كلها عواطف وحب، لا بطريقه تملاها العواطف والحب للاعضاء والجماهير، لكن ملأ بالاحتراف يا كابتن. طبعا. استاذ محمود كلمات اخيره عشان ماتش يوم السبت. اتمنى ان شاء الله يكون التوفيق حليف فرقه النادي الاهلي في المباراه دي. المباراه صعبه، المباراه مش سهله، وانا عندي ثقه في ربنا سبحانه وتعالى انه مش هيخزي الاهلي وجماهيره، وان شاء الله الفرقه تكون حاضره بتوفيق كبير جدا، تفاصيل صغيره جدا. عندي ثقه في موسيماني كبيره انه مدرب عنده فكره، وان شاء الله هنعدي ونوصل المباراه النهائيه باذن الله تعالى ان شاء الله. استاذ عصام تقريبا يعني ما فيش زياده عن كلام الصديق الغالي يعني الاستاذ محمود صبري، غير انه فعلا الادوات اللي شغاله ادوات احترافيه، المكافاه من عند الله بعد ما تعمل اللي عليك هي لتثبيت الاحتراف، ليس فقط لعبور الاهلي، الاهلي لديه دولاب بطولات يعني حبل بالبطولات، انما هي لاثبات ان الاحتراف الحقيقي هو ما يمكن ان يظل على دوام هذا النجاح، بس لاثبات القاعده دي. من البطولات هناك الكثير، لكن العشرة بصراحة بقى هيبقى طعمها التاني خالص يا رب ان شاء الله، لانه هيبقى رقم قياسي بطولتين نتكلم في ده بعد يوم السبت ان شاء الله، ده نتكلم فيه اكتر بعد يوم السبت. انا بشكر حضرتك جدا يا استاذ محمود على وجودك معانا، دايما نتنور ونتشرف بوجودك معانا. استاذ عصام منور ودايما ربنا يخليك كابتن، نتشرف بيك وبوجودك معانا. موفقين ان شاء الله، وباذن الله باذن الله لا يضيع ابدا عمل وراء جهد الرجاله ان شاء الله. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا ان شاء الله. زي ما حضراتكم عارفين النهارده كانت اخر حلقه في البيت الكبير، ان شاء الله نلتقي مع حضراتكم يوم الاحد.
هنشوف المباراة هتبقى يوم السبت عاملة ازاي. وعندي مفاجأة برضو هعملها لحضراتكم يوم السبت، انا نازل اسكندرية. احنا قلنا لحضراتكم ان احنا هنلف في كل حتة، ان شاء الله يوم السبت هكون في اسكندرية وهنتفرج وسط مجموعة من الاهلاوية الجامدين جدا، ان شاء الله نتفرج على الماتش وان شاء الله ربنا يكرمنا ونشوف النتيجة، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بعد مباراة يوم السبت اكون مع حضراتكم على الهواء مباشرة يوم الاحد. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وان شاء الله نلتقي يوم الاحد القادم وحلقة جديدة من البيت الكبير.